السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم السلم. خلينا نختار السلم ده مثلا. هاجي هنا على الستير. في الاصدارات القديمة 2019 و 17 وكده كان بيبقى عندي اختيار تاني ان انا ارسم سكتش. هنا برسم ان انا ارسم سلم مرة واحدة، او في عندي اختيار كريت سكتش، وده قوي جدا برضه وهنشوف هنستخدمه ازاي. طيب دلوقتي انا هقول له انا عايز ارسم السلم. طيب بيقول لي اللوكيشن لاين هيبقى فين، يعني ممكن ارسم كده وهو بيرسم الشمال بتاعي، او اقول له لا ده انا عايز ارسم من سنتر من الرايت اكستيريور سبورت رايت وهكذا. طيب هنا بيقول لي الاوفست، يبقى انت ترسم خط وبيرسم على يمين شويه. طيب وهنا اوتوماتيك لاندنج، بيبدا هو يعمل لاندنج اللي هي ديت اللي هي البسطه بين السلم ده والسلم دوت. طيب ممكن تغيرها تخليها سنتر او ليفت، مفيش اي مشكله خالص. طيب بلاقي عندي هنا ثلاث انواع، الاسامبلد والكاست امبليس والبريكاست لو انت هتصنع وتجيبه يتركب على طول، وهنشغل عليهم كلهم نشوفهم بيتعمل ازاي. دلوقتي بيقول لي انت عايز السلم بتاعك منين، البيس ليفل بتاع البدروم، والتوب ليفل بتاعي طبعا الدور الارضي. وبيقول لي بيس اوفست، يعني انا هرسم البدروم من البدروم 20 سم منه او 10 سم او سالب 10، فانا هنا عندي من زيرو، الا لو تبين لي وانا بعمل سيكشن ان هو اكتر او اقل، او انا في دماغي ان انا مثلا هعمل هكبر او اصغر، ممكن اطلع وانزل زي ما انا عايز. تمام. ريبر كفر لو انت حابب ان تعمله ده خاص بالاستراكشر. الدايمنشن بيقول لك انت المفروض عندك كام درجه، انت بقى بتشوف عدد الدرجات، بيحسب الدرجات بتاعت الاوتوكاد مثلا. بيقول لي الاكشوال تريد قد ايه. تمام تعال نقيسها دي اي من هنا لهنا 28. طيب يبقى هاجي هنا بوينت 28. طيب خلينا نخش هنا في الايديت. طيب بيقول لي الماكسيمم رايز هاي هتبقى قد ايه، الرايز الرايز هاي بتاعي اقصى حاجه ليها ايه اللي هي ديت. طبعا لما بتزيد قوي ممكن محدش يقدر، حسب كود اعتقد كانت 17 سم اكتر حاجه، وحسب طبعا الاستخدام بتاع المبنى. الماكسيمم تريد ديبس هيبقى قد ايه اللي هي المسافه ديت. تمام ده الماكسيمم، يعني لو انت كتبت هنا مش مشكله، ده الماكسيمم هيبقى اقل من كده ما ينفعش يزيد عن كده. تمام بتبدا تشوف حسب الريكواير اللي عندك بقى، الويت قد ايه، المينيمم ران ويت قد ايه، المسافه من هنا لهنا. ممكن نخليها مثلا متر ونص حسب ما نقيس المسافه دي، وممكن بعد ما نرسم نعدل فيها زي ما انت عايز. الران تايب دي هندخل فيها، نخلي بالنا ان احنا لو عدلنا هنا ونفس التايب دوت هيتعدل في كله، فانت لازم لو انت عدلت هنا لازم تعمل دوبليجيت وتخلي فيه نوع تاني. الحاجات دي هتبان اكتر واحنا شغالين بعد ما نعمل سلم. خلينا نعمل سلم ونشرح بدل ما يبقى نظري كتير والناس تتوه مننا. فانا هاجي هنا اقول له انا عايز ارسم بالاداه ديت. تمام وهقول له انا هرسم من الليفت، فهاجي هنا وابدا ارسم بتاعي اللي هو سلم اهوت لحد هنا. تمام الحته دي هنبدا نعدلها مفيش مشكله ما تقلقش منها. تمام لو انا عايز اعدلها قبل ما اشتغل مفيش مشكله برضو اهوت، هقول له انا عايز ارسم مثلا من هنا تمام. ده السلم بتاعي اقف، لا ممكن بقى ما اقفش. تمام لو انت عايز تخلي 25 مفيش مشكله. طيب هنا الناس بترسم فلور، لا انا متعود على نفسي ما ارسمش فلور، ارسمها لاندنج. ليه؟ عشان لو تعدل السلم يتعدل معاه اوتوماتيك. طيب قبل ما ارسم اللاندنج هعمل حاجه، هاجي على ديت واروح مصغر دي، ودي كان ممكن اتحكم فيها قبل ما ابدا ارسم. تمام ان انا اقول له المسافه دي هتبقى قد ايه. طيب ممكن برضو هنا بصوا عاملها 2.6 اللي هي اللي احنا اخترناها في الطيب، ممكن كنت اخليها متر قبل ما ابدا شغل. تمام هو يبدا يظبط عليها. طيب اجي انا بقى هنا ما اقفش، مش هقول له بقى لا خلاص انا موافق، لا هقول له انا عايز اعمل لاندنج. ولاندنج بقى ابدا اقول له، ممكن تقول له انا عايز عند هنا بيقول لي اعمل سيلكت بين اتنين سلم، بين سلم ده وسلم ده، لا اقول له انا عايز كريت سكتش وابدا ارسم انا بقى السلم بتاعي من هنا لهنا لهنا. ممكن ترسمها مثلا من لهنا
من هنا لهنا كده، يبقى احنا رسمنا اللاندنج بتاعي. تمام، اقول له اوكي، وبعد كده اقول له اوكي. طيب خلينا نعلم سيلكت على السلم واقول له وريهولي في السرير. طيب في حاجه حصلت هنا، عشان احنا عملنا لاندنج، لو احنا ما عملناش لاندنج بيبقى الريلينج ده بيقف هنا والريلينج ده بيقف هنا، بس عشان حمد اللاندنج راح لافف بالشكل ده. فانا ممكن اعمل ايه؟ في حلول كتيره للموضوع دوت، خلينا نشوفه في بعضهم عشان ناخد بس ايه افكار حلوه. طيب ممكن انا اعمل كوبي واقول له align to same place، كده بقى عندي الاثنين ريلينج فوق بعض. اعمل سيلكت على واحد فيهم، تمام، واقول له edit boss والغي مثلا دوت اهو، تمام، بقى عندي الريلنج بالشكل ده. هلغي دوت عشان الباب. تقدر تعمل سيلكت على الريلنج دوت وتقدر تمده مثلا لحد هنا لو حابب. تمام، طيب ممكن تقول له اوكي. بعد كده السلم التاني لسه موجود، احنا عملنا دوبلكيت في نفس المكان. اعمل سيلكت على التاني والعكس. تمام، يعني احنا المره اللي فاتت خلينا ده، لا المره اللي فاتت هلغي اللي بره واخلي اللي جوه. هاجي كده اقول له edit والغي دوت. هو بيقول لي السهم جاي منين، فببقى عارف ان انا امشي بالشكل دوت. هنا بقى انا مش عايز الغي ده كله، انا عايز ده يفضل مكمل معايا مثلا لحد هنا. اقول له موافق. نيجي نبص على السلم، هلاقي ان الريلينج ده اتحط على الارض ما اتحطش على السلم. اروح قايل له بيك نيو هوست وعلم على السلم، احساس ان هو يطلع معايا للسلم. ما طلعش، طيب خلاص خليني اقول له ايه باص. هو فهم غلط ان انا بقول له انجوين، ان انا بقول له اربطهم ببعض. هقول له اوكي، هلاقي اتوصل بالشكل دوت. طيب خلينا امسك كده السكشن ال 3 دي واروح قايل له ايه، ندخل كده بالشكل دوت عشان نبدأ نشوف السلم بشكل أقوى ونفهم التعديل اللي احنا نعمله بيأثر فيه. طيب لو احنا جينا بصينا هنلاقي فيه سبورت، شايف انت السبورت دوت. طيب لو انا غيرت السلم للشكل دوت، تمام، عايش ايه تظهر معاه بالشكل ده. كل واحد فيهم بتقدر تغير الخصائص بتاعتها زي ما انت عايز. طيب خلينا نعمل سيلكت كده وادخل ايديت. طيب هلاقي عندي السبورت بنعم، تقدر تيجي هنا على السبورت دوت وتعمل سبورت اللي هو سترينجر كلوز والليفت سبورت، تقدر تختار سترينجر كلوز بالشكل دوت، بيبدأ يعمل لي سبورت اهو اللي هو الجزء دوت. تقدر تدوس تاب عشان تعمل سيلكت وتخش على الخصائص بتاعت السبورت نفسها. طيب ده لو انت عايز تضيف سبورت. خلينا نعمل سيلكت على السلم، هدخل هنا ايدي طيب واقول له تقدر تختار كاريش اوبن، يبقى انا اقول له دلوقتي نان، برضه هقول له في الليفت نان. طيب انا دلوقتي هدخل هنا في الران تايب. طيب هو بيقول لي هنا السلم بتاعي او السيرفيس بتاعي سموث. طيب لو انا غيرت السموث ده الستيب هيبدا يعمل لي سلم اللي هو اللي فوق ده، هيعمل برضه زيه بالتحت، يبقى ماشي معايا بالشكل دوت اللي انتوا شايفينه. تمام، لا انا عايز سموث. ادخل هنا ايه طيب وادخل هنا واقول له لا انا عايزه سموث. طيب بيقول لي الماتيريال، تقدر تختار الماتيريال من هنا. تعال ندخل على الماتيريال، دي الماتيريال هنا. بيقول لك اللي عندي هنا حاجه اسمها ايدنتيفاي اللي هي المعلومات اللي هتبقى مكتوبة. عندي هنا الجرافيكس، الشيدنج ده لو بتكون بتستخدم شيدنج ممكن تقول له خد نفس المعلومات بتاعة الريندر ابيرنس، فكل المعلومات هيبدأ ياخدها من هنا. لو غيرت الكلر هتغير هنا، لو غيرت أي حاجة هتغير هنا. تمام، الجرافيكس هنا بيقول لي سيرفيس، لو انت عندك في سيرفيس هيبدأ يشوف الباترن بتاعك ايه. قط، يبقى انت قاطع، يعني ده هنا قط وهنا ده سيرفيس، اللي انا قاطع فيه ده اسمه قط، هياخد اللون من هنا.
التاني السيرفيس هياخد اللون اللي يديه اللي بره دوت. طيب الفيزيكال ممكن تكون موجودة وممكن ما تكونش موجودة. هنا ممكن تزود سيرمال زي ما انت عايز، تمام. طيب الفيزيكال هتلاقي المعلومات الخاصة بالفيزيكال بتاعت الماتيريا نفسها، وهنا ممكن تزود المعلومات الخاصة بالسيرمال، وبيقولك اختار بقى حاجة تاخد منها سيرمال لأن المادة دي ممكن تكونش فيها سيرمال، تمام. فتبدأ تختار الماتيريال اللي انت ممكن تزود منها السيرمال بالشكل دوت، تمام. ده بخصوص الماتيريال اللي انت عايز تغير فيها. هنا بقى بيقولك انت عايز تريد ولا لأ، وعايز الرايزر ولا لأ، وعايز تزود. بص ممكن مثلا تقول له ايه، انا مش عايز الرايزر اللي هي الحتة الصغيرة دي ودي، تمام. ابلاي. طيب لو انت مش عايز تريد هيلغى لك الحتة دي ولغى لك الحتة دي. طيب انا عايز تريد، ده عندي حاجة اسمها النويزنج ليدز اللي هي الحتة الإضافية دي، ممكن أقول له لأ خليها بالزيرو، تمام. هتبقى دي ماشية مع دي. طيب لو أنت عايز تزود حتة هنا عند الرايزر هتقول له زود لي عند الرايزر أهو، فيبدأ يزودها لك بالشكل ده. فأنت تقدر تتحكم تماما في شكل السلم لحد ما توصل للي أنت عايزه. ممكن تدي الماتيريال خاصة للرايزر، تمام، مختلف عن بقية السلم. يعني تقدر تيجي هنا وتدي الماتيريال مختلف. اوكي. طيب تعالى بقى نكمل السلم. هنا السلم دوت موجود فين؟ موجود في الجراوند، فانا هطلع لي الدور الارضي وابدأ ارسم سلم من هناك. وانا عندي خاصية حلوة برضو موجودة هنا وانا برسم السلم، حاجة اسمها سيلكت ليفل. يعني ايه سيلكت ليفل؟ يعني هعمل مالتي ستوري، يعني اخلي السلم ده يتكرر فيه ادوار كتيرة جدا. خلينا نعمل سيلكت كده على ده فرض ان انت عايز تكرر السلم ده هو واقف كل الادوار اللي فوق بعد كده، تمام. خلينا نعمل سيلكت على الحتة دي. لو في فلور مرسوم هنلغيه عشان ان احنا هنعتمد على موضوع اللاندنج. طيب لو انا عندي السلم دوت وعايزه يتكرر هدوس هنا واقول له سيلكت ليفل، فيبدا يقول لي اختار الليفل اللي انت عايز تكرر السلم عنده بالشكل دوت، وتقول له اوكي، فهو يبدا يكرر لك السلم بالشكل دوت، تمام. وتبدا تعمل تشيك هل فعلا السلم فيه مثلا فيه مشكله، هو ده السلم اللي انت عايزها، يبدا يعمل لك السلم بالشكل دوت. وهتبقى محتاج بقى تيجي هنا مثلا وكبر الفلور لحد ما يوصل عند السلمة ديت، او تيجي عند السلمة دي تعدل فيها. خلينا نشوف نعمل الموضوع ده ازاي. دلوقتي هدخل على الدور الارضي، هعمل زوم، هاجي هنا. هنا لو دوست على السلم بيجيب لي مالتي ستوري ستير، وهتلاقي ان انا ما عنديش امكانيات كتيرة في التعديل. اقدر اجي هنا ودوس تاب، اعمل سيلكت على السلم واقول له ايديت ستير، بيقول لي اعدل في اي دور. طيب انا بقى بشوف انا محتاج ان انا اعدل في ايه. لو انا عايز اعدل في ديت، تمام، الرايز ال اللاندنج ديت، اقول له اديت سكتش وابدا اعمل سيلكت وابدا اعدل عليها. طبعا دي مش مناسبه، ممكن اجي اعمل سيلكت كده، ممكن تعمل قطع هنا، تمام، ديليت، واسحب دي كده، وبعد كده هقول له انا عايز خليها بالشكل دوت كده. انا عدلت في اللاندنج، اقول له موافق، خلاص قبل التعديل. لو انا عايز السلم ده يتحرك ممكن تدوس تبدا تحركه بالشكل دوت لحد ما يوصل لللاندنج زي ما احنا شايفين، تمام. خلينا نقول له موافق ونروح لل 3D، هنلاقيه كمل معايا بالشكل دوت. طيب انا ملاحظ ان في هنا تداخل بين الفلور وبين السلم. الحته دي الاول كنا قلنا ان بتعمل فلور، دلوقتي لا، احنا ممكن نعتمد على موضوع السلم. فتيجي هنا اد باوندري وتخلي ديت توصل لحد هنا، وتقول له ترم بين دي ودي، وتقول له دي ودي يشيله، تمام، خلاص كده اوكي. خلاص الحته دي كلها بقت اوبننج دونت اتاش بالشكل ده. طيب لو لاحظنا هنلاقي مثلا الحتة دي 20، الحتة دي 30. طب انا عايز اخلي مثلا دي 20 وخلي 30 ده 20، او اخليهم الاتنين زي بعض، اتحكم فيها ازاي؟ هقول له هنا ايدي تايب، ده اللاندنج بتاعي،
تمام، معمول ان اللاندنج دي 30، يعني ندخل هنا هتلاقي مكتوبة بوينت 2 معمولة غلط. طيب هقول له دي خلي الدوبليكيتس هنسميها 200، اوكي، وخليها بوينت 2 كده مظبوطة، تمام كده كده مظبوطة. اللي مش مظبوطة ديت ال 300 دي حاسس انها كتير، فهنا معمولة الران تايب بتاعها 300. هاجي هنا واقول له اعمل لي دوبليكيت منها وخليها 20، اوكي، وهاجي على ديت اخلي دي بوينت 2، اوكي، اهو بالشكل دوت. دلوقتي هنشوف نرسم ازاي سلم البريكاست من الاركتكشر. تقول له ستير، ويختار هنا نوع سلم البريكاست، وهنا الاكشوال ران ويتس اللي هو عرض الدرجة عرض السلم خليها متر، وهبدأ ارسم عادي بالشكل دوت. ولما اجي ارسم هنا جاب لي رسالة خطأ. رسالة خطأ دي معناها ايه؟ الجزء دوت بيقول لي بيجن وزرايزر، الحتة دي مع الحتة دي هيعملها بريكاست ولا لأ، هنشيل العلامة ديت وهقول له موافق، ونشوف 3D عشان نفهم ايه اللي احنا عملناه. تعالى نشوف 3D بالشكل دوت، اه هو بيتكلم على الجزئية دي، شايف الجزئية دي؟ دي معناها ان الحتة دي هتتصنع في المصنع، وتتصنع في المصنع، وتتصنع في المصنع، وتتركب مع بعض. مش هينفع السلم كله يتصنع حتة واحدة ويجي يتركب، لا، دي لوحديها ودي لوحديها ودي لوحديها والحتة دي. طب لو انا جيت كده ودوست تاب عشان ما اعرفش على السلم كله عشان اعلم بس على الحتة دي، هتلاقي الحتة دي اللي هي ديت تقدر لو انت عملت سيلكت على اند وزرايزر هيلغيها لك تبقى بالشكل دوت، لو انت عملت علامة على بيجن وزرايزر هيلغي لك الحتة دي. طيب خلينا نعمل تراجع. لو انت عملت سيلكت على السلم ككل وجيت هنا غيرت نوعه هيتغير معاك بدون اي مشاكل خالص بالشكل ده. طيب انا رجعته بريكاست بدون اي مشاكل خالص. وانا معلم عليه هدخل هنا على ايديت تايب، هلاقي عندي حاجه اسمها كونكشن ميثود اللي هي انت هتوصل مع بعض ازاي، ودي المسافه الامتداد اللي هيحصل قد ايه، النوتش السكنس قد ايه. السكنس مثلا ممكن تخليها 0.2. طيب الجاب هتبقى قد ايه؟ خلينا نعمل زوم عشان تبان قد ايه. طيب حصل المشكله دي بقى عشان لما انا قلت له ايه طيب وغيرتها من 0.1 ل 0.2 بقت كلها حته واحده. طيب انا هقول له دلوقتي بدل 0.2 لا خليها 0.1.5 ونقول له اوكي، هتلاقيها نزلت ل 1.5. طيب لو انا عملت سيلكت وقلت له ايديت تايب وغيرت الفيرتيكال جاب ديستنس وخليتها 2 مثلا اللي هي المسافة ديت، شايف المسافة دي من هنا لهنا، تمام. فكل دول اقدر اتحكم فيهم من خلال الكونكشن ميثود تحت هنا. خلينا نرسم سلم تاني، نلغي السلم دوت ونلغي دوت ونيجي مثلا على السلم دوت. انا دلوقتي موجود في البدروم. طيب السلم ده موجود من البدروم لحد الرصيف، فانا هعمل ايه؟ هقول له ستير، مش هشتغل بالكاست، هشتغل كاست، تمام. وخلينا نشوف نوع تاني من انواع السلالم. ممكن تقول له انا عايز ارسم بقى ايه كريب باسكتش، فتبدا ترسم الباوندري وترسم الرايزر بتاعك. الباوندري هقول له انا عايز ارسم الباوندري بتاعي من هنا لهنا مثلا، تي ار، تمام. وخلي السلم بتاعي هيبدا من هنا والسلم ده هيبدا من هنا لحد هنا، تمام. وهبدا اشوف بقى الرايزر بتاعي، اقول له دي اول درجه عندي مثلا اهو، طيب هاجي هنا عند الباوندري واقول له ابدا من هنا وانتهي هنا. في درجات مش كاملة، فهاجي هنا على الترم ديت واقول له خلي الدرجات دي تكمل للاخر. طيب هقول له موافق، هيبدأ يعمل لي السلم بالشكل دوت.
عايز تعمل بقى اللاندنج بتاعته هتقول له لاندنج، وتبدأ تشوف ان انت ممكن ترسم له لاندنج مثلا من هنا لهنا، مثلا لهنا لهنا لهنا. ممكن اللاندنج دي بقى حسب السلم اللي جاي هنخليها لحد هنا دلوقتي، والسلم الجاي نبدأ نشوف هيكمل معانا ازاي. تعال نشوف السلم ده هيبقى عامل ازاي في ال 3D. طيب عايز انا ابدأ احط له اقول له موافق. تمام، هو اهو حط له دي اوتوماتيك، بس في مشكلة مع موضوع اللاندنج ان هو بيكملها لحد الاخر. تمام، احنا ممكن مكنش عايزين اللي هو اللاندنج اللي بره دوت، فاقول له ايديت، ولو احنا عايزينه نقدر نرسمه مفيش مشكلة. خلينا نغير كده. الفكرة ان انت تقدر تشكل السلم وتشكل كل حاجة زي ما انت عايز. تمام، اللاندنج برضه تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، تقدر تعمل سيلكت عليها اهوت. ممكن تقول له بيك نيو هوست فتحطها على الارض او تحطها في اي مكان تاني. ممكن تقول له اديت باس تبدا تعدل فيها. ممكن تعمل سيلكت وتدخل هنا في الاديت تايب وتتحكم في الباستر زي ما انت عايز. تمام، يعني ممكن تغير اول واحده ما تخرمش زي بعض، ده اول واحده ودي اخر واحده. ممكن تعمل سيلكت كده وتشوف اذا كان في اشكال تانية. تمام، خلينا نفتح مشروع يكون فيه بلاستر تاني ونروح في رايزر تاني ونسحب منه الفاميلي ديت. ممكن اروح على ريفت سيتي وابدا احمل ملف من الملفات الموجوده من سيرش. عملت سيرش على ريلينج، شفت الشكل ده قلت مثلا ده مناسب ليا. هتقول له داونلود، بيقول لك عايز تنزلها فاميلي ولا ريفت. ممكن تقول له مثلا فاميلي او تقول له ار في تي وتحملها. انا حملتها فاميلي اهوت، بقول له اعمل لها ابديتد او اتفتحت معايا، فهقول له حملها لي في المشروع اللي احنا شغالين فيه. طيب ممكن بعد كده لو انا جيت هنا ودخلت في الايديت تايب وهاجي هنا في البلاستر بليسمنت، هتلاقي ظهر لي بيكت فينس. تعال نشوف شكله هيبقى مناسب ولا لا. ماشي، وتعالى نيجي برضو هنا ستارت. تمام بالشكل ده. طيب انا شايف ان دي مش شكلها مش مظبوط، فدي موجوده في اني دور؟ موجوده في البدروم. تعال نروح للبدروم اهوت. تعال اعلم على الفينس اللي هنا. ونقول له الباص ونبدأ نسحبها كده شوية بحيث انها تبقى موجودة على البسطة ديت، ونرجع تاني نشوفها في ال 3D. هتلاقيها طلعت معايا بالشكل ده. هنلاحظ في حاجة غلط في السلم دوت، ان هو نازل جوه الأرضية. ليه؟ لان هو معمول على البدروم زيرو، بينما انا عندي هنا في الارضيه طلع 20 سنتي. فانا ممكن اعمل سيلكت واعمل سيلكت على دوت واقول له خليك ماشي مع نفس الشكل، يعني السلم هيبقى طالع زي الفلور. طيب خلينا دلوقتي نرسم الرامب. نروح هنا على البدروم واروح هنا على الرامب دوت، وهروح هنا على رامب وهبدأ أرسم الرامب بتاعي مثلا من النقطة ديت، وهبدأ أرسم لحد هنا. أقوله من البدروم للرصيف، وهبدأ أعمل سيلكت على الخط دوت وخليه يجي لحد هنا، ودي الحدود بتاعة الرامب اهوت. ولو أنت عايز ريلينج ممكن تقوله أنا عايز أي نوع من أنواع الريلينج، أو ممكن تقوله نان لو أنت مش عايز ريلينج خالص. تمام، هقول له اوكي وابدا اشوفه في السكشن. هنلاقي ناخد سكشن، ولو طلع سليم هنبدا ناخد كوبي بيست للرامب اللي جنبيه.
تمام اهوت. طيب ممكن تيجي هنا وتبدأ تسحب من هنا كده بالشكل دوت، او تعدل الرقم اللي هو في ارك ليب دوت تخليه مثلا 0.5، وهتقول له جو تو فيو، هيبدأ يوريك الرام. طيب الرام زي ما انت شايف الجزء اللي تحت كله مسدود تمام، وهنا المفروض ينزل 20 سنتي. طب خلينا نيجي هنا عند الرصيف دوت واقول له انزل 20 سنتي بالسالب تمام، ونيجي هنا ده المفروض يبقى من البدروم من الزيرو بالشكل دوت. عايزين بقى نحل فكرة المشكلة ديت، هدخل هنا في الايديت تايب وبدل سولد هقول له سيك واختارها بالشكل دوت، فعمل لي الرام. بنقدر نشوف في ال 3 دي ونتأكد ان هو مظبوط. طبعا لازم نخليه يكمل لحد الاخر تمام. خلينا نشوفها في البدروم، اسف تمام، خلينا نعملها كده دلوقتي. والخطوط دي انت ممكن ترسمها تمام، ممكن ترسمها من خلال بقى ان انت تيجي في الانوتيت وتبدأ تقول له انا عايز ارسم ديتيل لاين، وتبدأ تختار لاين ستايل زي ما نشوف مع بعض دلوقتي ازاي نعمل لاين ستايل خاص بيها تمام، وتبدأ تدوس كده هيبدأ يعمل لك الخطوط ديت. طيب ازاي نعملها؟ طيب هنروح هنا للمانج، ونروح من قلب المانج هتلاقي اديشن سيتنج لاين ستايل، فتبدأ بقى تقول له انا عايز اعمل خط جديد سميه مثلا رامب مثلا تمام اوكي. والرامب دوت ممكن تديله مثلا سمك 3، ممكن تديله لون مثلا زي ما انت عايز تمام، وتشوف بقى هتخليه سوليد ولا هيبقى عامل ازاي. ولما تيجي تقول له بعد كده من انوتيت ديتيل لاين هتيجي هنا وتختار رامب، تبدأ بقى تعمل الخطوط بالشكل ده عشان لما تلغي الاوتوكاد تكون الخطوط دي موجودة تمام. عملت بالشكل دوت، بعد كده تبدأ بقى تعمل سيلكت مثلا للخطين دول. انا كل ما اجي اعمل سيلكت بيقطعني بان هو ما ينفعش بيعمل سيلكت على العناصر دي، فممكن تقول له انا عايز الغي حتة السيلكت لل ديت اللي هي سيلكت element by face، وتعمل سيلكت للدول كده وتقول له كوبي، وتبدأ بقى تختار مثلا من هنا لهنا هنا وهكذا. وانت بتاخد كوبي ممكن تعمل مالتيبل وكونسترين عشان الشغل بتاعك يطلع ادق بالشكل ده وهكذا لحد ما تعمل الخطوط كلها. وبعد كده تقدر تعمل سيلكت على الرامب ومع الخطوط وتنقلهم للناحيتي، وتكتب كلمة اب وداون، ما تنساش تعمل اب وداون. طيب دلوقتي هنشوف موضوع الاسانسير. هاجي اعمل زوم على الاسانسير، اروح لكومبوننت واقول له بليس كومبوننت واشوف هل انا عندي اسانسير. ما عنديش، هدخل على في السيتي وابدا احمل اي سنسير. طيب هاجي دلوقتي اقول له كومبوننت بليس كومبوننت واقول له لود فاميلي وابدا اختار السنسير وابدا احطه بالشكل دوت، ده الاتجاه الباب. وبعد كده هعمل دايمنشن عشان نعرف السنسير ابعاده قد ايه. طيب هاجي هنا اقول له الكار ويتس ده هنا عاملها 1.8 اللي هي ديت دي، هقول له دي خلي دي 1.4 وخلي دي بالشكل دوت. طيب هنا غيرنا دوت بس لسه مغيرناش المقاسات ديت، فده هنا الويتس والديبس بتوعي، قول مثلا نخليهم 1.6 وده 1.6 خليها. انت ممكن تتحكم فيه اصلا من هنا، فخلينا نحط الباب بحيث يكون داخل جوه الحيطه تمام. وممكن تبدا تتحكم في الابعاد بتاعت السنسير بالشكل دوت تمام. ممكن تيجي كده اهو
بالشكل دوت. تبدأ تظبط الشكل بتاع الأسانسير، تمام، وتقدر تغير من الأبعاد. طيب خلينا دلوقتي نخش بقى في الثري دي، وهبدأ أشوف الأسانسير الارتفاع بتاعه. الارتفاع بتاعه هو مش واصل لحد آخر المبنى. طب المبنى بتاعي كام؟ المفروض إن هو 15 متر. طيب خلينا نقول له 15 متر، وفي ماينس 3 يعني 18 متر. فابدأ اعمل سيلكت عليه واقول له خليه 18 متر، هيبقى معايا بالشكل دوت. هو مش مخترق الباب، خليني نتأكد ان هو الباب داخل بره الحيطة بالشكل دوت. مرة قبل كده اشتغلت على اسانسير، وكان مطلوب كل التفاصيل، يعني اي حاجة موجودة في الاسانسير في الواقع كنا بنعملها بأدق أدق التفاصيل، تمام. فمساحة الملف نفسه كبرت جدا، بقت 20 جيجا. بس هي كانت شركة استنسارات متخصصة، هي شركة استنسارات، فهي عايزة كل التفاصيل اللي موجودة في الكتالوج بأدق الحاجات. فأنا أقول لهم لأ، أصر لأ، لازم كل حاجة في الكتالوج. ففعلا كان مشكلة رهيبة يعني. طيب ممكن برضو تدخل هنا في الايديت تايب وتشوف البيت ديبس قد ايه، الدور اوبننج قد ايه، الكار لوكيشن، الكار هاي، وهكذا، تمام. تقدر تعدل الخصائص دي كلها. طيب في حاجات، في شايف انا في مشكله هنا، تمام، في الفلور. الفلور هنا معمول من جوه الحوائط، المفروض يتعمل من بره. فهقول له ايديت باوندري، تمام، وخلينا نخش كده في منسوب السطح العلوي، تمام. وخلينا نعمل سيلكت على الخطوط ديت، تمام. طيب الخطوط دي ممكن نبدأ نحركها، نخليها من بره، نرجع تاني لل 3D هنلاقيها بالشكل دوت. ودي تقدر تتحكم في النت عليها على قد ما تقدر زي ما انت عايز. طبعا بنبدأ نشوف الكتالوج ونبدأ نلتزم بكل الخصائص اللي موجودة فيه. طيب خلينا نشيل العلامة ديت ونشوف إذا كانت في حاجة محتاجة تعديل نشتغل عليها. اعتقد كان في شكل جمالي موجود هنا، خلينا نشوف من خلال مثلا الواجهه الغربيه والشرقيه وكده. في حتى الشكل الجمالي دوت موجود، هو ممكن نشتغل عليه. ممكن نشتغل برضو على نفس الجوانب ديت، على نفس الحوايط. هي فكرتها سهله، ممكن تيجي هنا من كومبوننت وتقول له موديل ان بليس، تمام، وهقول له مثلا خليها انها وول، اوكي. وهبدأ أقول له إن أنا عايز سويب، وأبدأ أحدد الشكل اللي هيدور هنا دوت، أو لين الجزء دوت، تمام. يعني خلينا نعمل سيلكت عليه، نعرف هو موجود فين بالظبط. وده نشوف ال 3D أهو. طيب دلوقتي بقى هقول له architecture، وأقول له أنا عايز component، وأقول له model in place، وأقول له الوول ديت، أوكي. واقول له انا عايز اعمل لها سويب، واقول له بيك باس، تمام، واعلم على 3D عشان يتعمل مظبوط. طيب الشكل بقى اللي هيترسم اللي هو البروفايل ده لازم يكون من الواجهه. فنبدا نرسم شكل مثلا زي كده، تمام. ممكن تعملها على كذا حته، يعني دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، او ممكن تعملها بالشكل دوت. ممكن تقول له ارك، وبعد كده نخليها نرجع تاني نرسم لاين، وبعد كده هتقول له ابروفد، موافق موافق، هتطلع معاك بالشكل ده. نفس الموضوع برضو بالنسبة للحوائط. طيب نفك ونشوف اذا كان في حاجة عايزة تتعمل برضو تاني، تمام. طيب في الواجهة الجنوبية هتلاحظ ان هو عامل تفريغ في قلب الحيطة بالشكل دوت، يعني في تفريغ اهو، تمام. التفريغ ده مقاسه قد ايه؟ من هنا لهنا كده 50، تمام. هتلاقي في المفروض في
فراغ هنا، توقيف هنا. طيب ممكن نعمل الموضوع ده ازاي؟ خلينا نخش كده في ال 3D، حتة مثلا زي كده. عرفنا فكرة التفريغ بأسلوب بسيط، هتيجي هنا وتقول له edit type، وبعد كده تقول له edit overview، ده الشكل الحيطة انت عايز تعمل تفريغ فيه او عايز تحط زيادات فيه، تمام. هتقول له reveals، تبدأ بقى تحط التفريغة مثلا كل 50 سنتي، load profile، وتبدأ تحمل البروفايل اللي انت عايزه، او هقول له add، واجي هنا اختار البروفايل اللي انا محتاجه، المسافة قد ايه، تكتب بقى المسافة اللي انت عايزها مثلا 0.5 من الاساس، الاورينتيشن بتاعي الاوفست قد ايه، يعني هتبعد عن الحيطه نفسها قد ايه، هتعكسها لو طلع معاك مش مظبوطه. طيب خلينا نضيف واحد كمان جروف، وتقول له مثلا ده متر من البيس، هيعمل لك دي عباره عن تفريغ في الحيطه، يعني هتلاقي هنا فراغ في الحيطه وهنا فراغ في الحيطه. طيب لو انا عايز اعمل سويبس يعني زياده، هقول له اد واختار البروفايل اللي انا عايزه، شكل 2D هيمشي معايا طول الحاجه، قال لها برضه جروف، الماتيريال هتديها له لان دي زياده، انما الطرح بيطرح من نفس الماتيريال بتاعت الحيطه، تمام. المسافه هديها قد ايه، هدي له مثلا 1.5، تمام اوكي. هتلاقي عمل لي الزياده هنا بالماتيريال اللي انا عايزها، اقول له اوكي ونبدا نشوف شكل الحيطه هتبقى عامل ازاي. لاحظ ان هو عمل في كل الحوائط اللي مع بعض، عمل لي هنا تفريغه وهنا تفريغه وهنا في زياده. طيب لو انا عايز اعملها باسلوب اخر، ممكن تيجي هنا في اركتكتشر وتقول له وول، وتقول له انا عايز اعمل سويب، بس السويب بقى هيعمل ايه؟ حيطه حيطه، هتضطر ان انت تمشي عليهم واحده واحده. ريفيل هيشوف نوع الحيطه ويبدا يديهم كلهم نفس النوع. طيب ممكن تيجي هنا في اركتكتشر وتقول له لا ده انا عايز اعمل ريفيل بالشكل دوت، تمام. فعمل لي طرح، تمام، عمل لي طرح في الحيطه دي زي ما احنا عملنا بالشكل دوت، بس كنا عاملينها في كل الحوائط. طيب خلينا ناخد فكره برضو جميله ونحاول نعملها برضو في كل الحوائط. لو انا عايز احط ماتيريال خاص بيا، وده الطبيعي ان انت هتعمل الفينش، تمام، انا بعمل تراجع، عايز اعمل طبقه دهان او طبقه كلادنج على الحوائط، تمام. هاجي من اركتكشر واقول له انا عايز اعمل كومبوننت، بليس كومبوننت، تمام، كومبوننت موديل ان بليس، وشوف بقى انت عايز تخليها ايه. انا هخليها وول عشان تبقى ماشيه مع الحوائط، واقول له اوكي، وابدا اعمل اكستروشن واقول له ست، اقول له انا عايز ارسم على الحته ديت، تمام، وهبدا اقول له انا عايز ارسم على الحته ديت، تمام، واقول له اعمل لي تريم، واقول له انا عايز اطرح من اللي انا هعمله الجزء بتاع النافذه دي، وممكن تقفل. تقفل يعني ايه؟ يعني لو الابعاد بتاعت الاوبننج دي اتغيرت، دي تتغير معاها اوتوماتيك، تمام. وممكن تقول له انا عايز ارسم بالشكل دوت وتقفل برضه، وحتى لو ما قفلتش خلاص يعني دي حاجه زي ما انت عايز، واقول له اوبن، وبعد كده تشوف طبقه الدهان اللي هتبقى موجوده هتبقى قد ايه، تروح مثلا اعملها مثلا حاجه بالشكل دوت، تقدر تتحكم فيها من هنا، وتقدر تديله الماتيريال اللي انت عايزها، تمام. ممكن ادخل هنا في الماتيريال وابدا اشوف مثلا اذا كان في عندي كلادنج او بينتنج موجوده، تمام. تبدا مثلا عايز الشكل الخشبي، تمام، زي ما انت عايز الشكل اللي انت شايفه كويس. كل واحده من دول تبدا تشوف الماتيريال موجوده فيها، تمام، تبقى دي طبقة خارجية، تمام. ممكن اقول له اعمل لي جوين بين الحيطة دي ودي، على اساس ان لو حصل اي قطع هو اوتوماتيك يعملها بينها دي ودي، تمام. طيب ممكن تقول له برضو انا عايز اعمل تفريغ، يعني ايه تفريغ؟ ممكن تقول له edit in family وتقول له انا عايز اعمل تفريغ، هتيجي هنا تعلم على الشكل دوت وتقول له edit extrusion، وتعمل فراغ مثلا من هنا عمودي على دوت، واقول له اوفست مثلا 0.1، واقول له اقطع لي من هنا لهنا، واقول له تي ار تريم من هنا لهنا،
ومن هنا لهنا يبقى بالشكل ده تمام. فاحنا عملنا فراغ في الماتيريال هنا تمام. ده ممكن برضو تقعد تعمله لكل الواجهات اللي انت عايزها لو انت عايز فعلا تعمل زي ما الكتاب بيقول يعني تمام. وتقدر بقى تتحكم في الإضاءة زي ما انت عايز تمام. ممكن تيجي مثلا تقول له انا عايز من هنا جرافيك ديسبلاي اوبشن، فتقول له مثلا انا عايز اللايتنج هي تقدر تتحكم فيها، تعلي الصن شوية، تعلي كذا، تقلل الشادو.